سبسكرايب. وبراك عندي. على بركاته مشاهدينا الكرام. مشاهدي شفتي في هذه اللحظات في حادث سير خطيرة، حط السيارة من نوع مرسيدس غدا بسرعة جنونية دخلت في بوطو ديال الترامواي. صعوبة سيارة الجر باش تنقل هذه السيارة من فوق الترامواي. الترامواي نقل الشخص في حالة خطيرة سجلت المتابعة أمامكم. السيارة كيف شولت السيارة دخل يعني الشيفور داخل. كان سايق السيارة مرسيدس اللي غادي بواحد السرعة فوق السكة ديال الترامواي في شارع الفداء قرب قنطرة الفيسير خلف بوطو ديال الترامواي. السبب اللي خلى هذا الشخص انه يدخل في العمود ديال الترامواي. مشاهدينا الكرام، سائق السيارات كذلك الدراجات النارية يردوا بالهم، يردوا بالهم لأن المشهد خطير بزاف. جا باش دخل في بوطو ديال الترامواي بعمود صلب. شو كيفاش رجع هذيك السيارة. أنا
كان ممنوع اي سياره او دراجه ناريه انها تطلع فوق سكه الترامواي الى شيء تسبب حوادث خطيره. مشاهدينا الكرام، الى هنا ينتهي هذا الفيديو، الى اللقاء.